يعطيك العافية. اليوم بالفيديو هذا راح نحكي عن موضوع جديد اللي عندي فيه، راح نوجد الـ roots of equations. اوكي، هلا غالبا احنا بنعرف اذا في عندك مثلا function انه f of x عندي دي بيساوي ax تربيع plus bx plus c. اوكي، الـ roots لل function هاد او لل equation هاي عندي اياها كيف بنقولهم؟ بنقول انه x1 و2 عندي اياها بتساوي ايش؟ minus b plus minus square root of b تربيع minus 4ac، الكل عندي اياه مقسوم على 2a. اوكي، هاي سهل. اوكي، طيب اذا في عندك function ثاني اللي زي عندي اياه هون، عندك انه في ساين اكس بلس واحد انه على اكس بلس اي اكس تربيع، على كيف بدك توجد الكروت للايكويشن هذا؟ اوكي، هسه في الكيسز هاي احنا بنحتاج الى نيوميريكال تكنيك، اشي تحليلي. اوكي، هلا في فرق هون. هلا الروتس اللي بنوجدهم في الكيس هاي عندي اياهم اكزاكت روتس، يعني انه عندي اياهم روتس بتعطيك الاكزاكت سولوشن. اما في الكيسز اللي نيوميريكال تكنيك بنعطيك ابروكسيميت روت. اوكي شباب، اوكي، هلا في الكتاب او في الماده عندك الروتس اوف ايكويشن عندي اياها شارحها الكتاب بي chapter 5 and chapter 6. chapter 5 او البراكتنج ميثودز هي عندك انه فيها تو ميثودز بنحتاج فيها لتو فاليوز حتى ان نوجد الروت. الروت انه غالبا عندك اياه موجود في فتره او انترفال بين اكس lower and x انه upper. اوكي، هلا بنشوفهم شوي شوي. اما chapter 6 اللي بنسميهم ان open methods، هلا في الكيس هاي بنحتاج one value حتى ان نوجد الروت. هلا ال value هاي راح نسميها لاحقا بال initial guess. اوكي، اوكي، هلا عندك في chapter 6 4 methods. اوكي، طيب اليوم بدي ابلش ب chapter 5 ال by section method، وعندي كمان ال false position method. اوكي، طيب ابلش بال bracketing methods او ال by section method. اوكي شباب، اوكي، هلا ال by section method هاي بتحكي لك ايش؟ اذا في عندك a function f of انه x في له روت اكس ار، يقع انه اكس ار هذا في الفتره بين اكس ال اند اكس يو، اند في شرط عندي هون انه اف اكس اليو في اف اكس ال عندي اياها نيجاتيف او ليس ذان زيرو. اوكي، ذن الباي سكشن ميثود بتحسب لك الروت اكس ار از انه اكس ار بتساوي عندي اياها اكس يو بلس بلس اكس ال مقسوم على 2، xl lower value و xu the upper value. اوكي، هلا في شرط ليش انه بدي fxl في fxu يكون عندي اياه نيجاتيف. اوكي، طيب اوكي، هسا اذا في عندك الفانكشن اللي عندي اياه هون f of انه x، اوكي، عندك xl هون، عندك xu هون. اوكي، هلا قيمه f of xl عندي اياها موجبه. اوكي، عندي كمان f of x u عندي اياها موجب، صح؟ هل ان في روت بيناتهم؟ لا، هسه لو نضرب f x ال في f x ال u عندي اياها موجب ضرب موجب بتعطيك انه كمان موجب، صح؟ بيناتهم ما فيش روت. اوكي، اذا نو روت. كمان عندي اذا كانت x f x ال وال f x ال يو عندي اياها سالبة، كمان انه fxl في fxu
سالب في سالب بتعطيك موجب، كمان بيناتهم ما فيش روت. اوكي طيب، هلا في الكيس هاي اذا عندك الفانكشن اف عندي اياه زي هيك، عندك كون اكس ال، عندك كون اكس يو، قيمه اف اكس ال عندي اياها سالبه وقيمه اف اكس يو عندي اياها موجبه، صح؟ اذا اف اكس اوف ال في اف اكس اوف يو، صح؟ اف اكس يو بتساوي عندي اياها اف اكس ال عندي اياها ماينس اف اكس يو عندي اياها موجب ماينس بوزيتيف بتعطيك ماينس، اذا بيناتهم 1 روت اللي عندي هاي البوينت هاي عندي اياها الروت. اوكي شباب اوكي، هسا كمان احتمال يكون اذا في عندك انه اف اوف اكس ال في اف اوف اكس يو عندك يا موجب، احتمال يكون في عندك 2 روت او انه ايفن نمبر اوف روت نو روت او انه ايفن نمبر اوف روت زي ما عندي اياه في الشكل هذا. اوكي هلا كمان اذا عندك انه اف اوف اكس ال في اف اوف اكس يو عندك يا ماينس، ممكن يكون عندك انه في 1 روت ات ليست او ان اود نمبر اوف روتس عدد فردي من الروتس. اوكي يا شباب اوكي طيب، نشوف كيف السولوشن بروسيجر في الباي سكشن ميثود. هلا الباي سكشن ميثود عندي اياها سهله ما فيش فيها صعوبه كثير، بس ايش انها ميثود بطيئه شوي. اوكي يا شباب عندي اياها ميثود بطيئه شوي. اوكي هلا الميثود هاي بتحكي لك ايش، اذا في عندك اكس ال اند اكس يو، بدي قبل الاحل I need to make sure انه عندي f of x l في f of x u عندي اياها less than zero او انه عندي اياها negative value. اوكي للسبب اللي شرحناه سابقا. اوكي اوكي تمام، اذا ما كانش عندي اياها negative بقول انه ما بقدر اني اطلع الروت في الباي سكشن ميثود او نو سولوشن. اوكي شباب اوكي، الستيب 2 بنوجد الروت اكس ار باستخدام اكس ال بلس اكس ال يو مقسوم على 2. اوكي بعد هيك بدنا نوجد قيمه اف اوف الاكس ار هاي اللي طلعناها هون ان، بدي اشيك الكوساين كمان مره، بدي اشيك ساين اف اوف اكس ال في اف اوف اكس ار. اوكي طيب، اذا كانت عندي f of xl في f of xr بتساوي عندي اياها 0، اذا xr عندي اياها الروت اكزاكتلي. اوكي ليش؟ علشان اذا كانت f of xr عندي اياها 0 اذا هذا هي الروت عندي اياها جاهز. اوكي شباب اوكي طيب، اما في حاله f of xr في f of xl عندي اياها بوزيتيف، بدي اخلي xl بتساوي xr وبرجع لستيب 2. هلا هاي بنشوفها بالمثال. اوكي طيب، اما اذا كان عندك انه f of xr في f of xl less than 0 او negative، بدي اخلي xu بتساوي عندي اياها xr وبنرجع للستيب 2 اللي عندي اياها هون. اوكي شوي شوي راح نشوفها في المثال وبنفهمها كيف. اوكي طيب، في نوت انه الميثود هاي عندي تحتاج الى iterations. اوكي شباب اوكي، شوي شوي راح نشوف شو معنى كل وحده هون وشو معنى iterations او تقاريب. اوكي اوكي example عندي هون، اذا عندك f of x عندي e x minus 2 e x minus 2 معطيك انه x ال l عندي اياها 0 and x ال u عندي اياها 1، بدي منك هون find x r root for epsilon a less than 5%. هلا هاي بدي اخليها على جنب ونبلش بال x r. اوكي اوكي طيب، ال solution اول اشي زي ما حكينا بدك تعمل ايش، بدك تشيك f of xl في f x u، صح؟ بدي to make sure انه عندي اياها less than 0. اوكي طيب،
هلا كيف بدنا نوجد الـ sign هاي؟ بدنا نيجي f of xl اللي عندي f of 0 where انه xl عندي اياها 0، بعوض 0 بالـ function اللي عندي اياها هون، اوكي؟ راح يعطيك ايش؟ 1 ماينس 2 ماينس 1، صح؟ اذا الـ sign هاي of f xl عندي اياها a ماينس، اوكي؟ هلا بدي كمان نوجد f of xu اللي هي عندي f of a1 ال xu عندي اياها a1 هون، اوكي؟ اذا تكون a power plus 1 عفوا هاي ماينس 2 راح يكون عندي اياها 0.73، اوكي؟ اذا ال sign لل f of xu عندي اياها positive، اوكي؟ هسا لو بنضرب f of xl في f of xu negative positive راح تعطيك negative، اذا صح بقدر اني اطلع الروت باستخدام الباي سكشن ميثود، اوكي يا شباب؟ اوكي. الستيب 2 بدك توجد اكس ار، اكس للروت، صح؟ اكس ار بتساوي عندي ايش؟ اكس ال بلس الاكس 2 مقسوم على 2، اكس ال 0، اكس يو 1 على 2، اذا الاكس ار عندي اياها 0.5. اوكي يا شباب؟ اوكي. طيب. هلا بدك تعمل ايش؟ بدك تعمل كمان انك توجد قيمة f of xr وتطلبها في f of xl وتشيك الساين، صح؟ طيب f of xr اللي عندي f of 0.5 اللي عندي هون بدي اطلعها e الى 0.5 minus 2 راح يطلع معك انه قيمة f of xr عندي اياها بالماينس، اوكي؟ طيب هسه لو بشيك الساين f of xl في f of xr، ال f of xl عندي اياها من هون ماينس، وال f of xr عندي اياها كمان ماينس، ماينس في ماينس بتعطيك بوزيتيف او بلس، منه ال xl راح تكون عندي اياها بتساوي xr او 0.5، اوكي يا شباب؟ اوكي. طيب هلا بدي، هلا الشغل هذا كامل عندي بدي اسميه ايش؟ بدي اسميه iteration 1، بدي اسميه iteration 1 التقريب رقم 1، حلو؟ طيب هسا بعد ما حطينا xl بتساوي xr بتساوي 0.5 بدي اجي على iteration number 2، اوكي؟ iteration number 2 عندي صار في ايش؟ صار في انها xl بتساوي 0.5 والxu بتساوي عندي اياه واحد زي ما سوينا بالإتريشن السابق من هون، اوكي؟ XL بتساوي 0.5 والXU بتساوي عندي اياها واحد. هلا هون ما في داعي اني اشيك الساين اوف FXL في FXU less than 0، خلص انا بدي اشيكها في اول إتريشن بس، اوكي؟ اوكي. هلا هون بنوجد XR اللي عندي اياها XL بلس XU على 2، XL عندي اياها 0.5، اوكي؟ بلس 1 على 2 بتكون عندي اياها 0.75، اوكي يا شباب؟ اوكي. طيب حلو. هلا ال XR عندي اياها صارت 0.75، بدي اطلع f of XR هي f of 0.75 لو بعوضها بال function راح يطلع معي انه f of x عندي اياها positive value، اوكي؟ طيب هلا هون بدي اشيك f of xl في f of xr design راح تكون عندي اياها ال f of xl اللي هي f of 0.5 وال f of xr عندي اياها 0.75، ال f of 0.5 عندي اياها كانت minus من ال iteration السابق اللي عندي اياها هون، f of 0.5 عندي اياها بالماينس، والاف لل 0.75 اللي هي f of xr عندي اياها بوزيتيف من هون، اذا نيجاتيف بوزيتيف راح تعطيك نيجاتيف، اوكي؟ اذا هون ايش؟ انه xlu بتساوي عندي اياها xr بتساوي 0.75، اوكي؟ هلا في بالايتريشن الجديد عندي راح يطلع ايش؟ انه xl ايه ظلت عندي اياها زي ما هي 0.5 والXU صارت عندي اياها 0.75، اوكي؟ هلا اذا ملاحظين هون انه الفتره قاعده بتصغر، الانترفال كانت عندي اياها بال
البدايه من 0 الى 1، هسه صارت عندي اياها من 0.5 الى 0.75. اوكي يا شباب، اوكي هسه انا هي قاعد بحصر بالروت. اوكي يا شباب، اوكي هلا عندي هون صار ايش، اكس ار بدها تكون اكس ال بلس اكس يو على 2، بدها تكون 0.5 بلس 0.75 على 2، راح يطلع مع الاكس روت 0.625. اوكي طيب كمان مره بدي اشيك اف اوف اكس ار، اطلع قيمتها هي اف اوف 0.625، حتكون عندي اياها ماينس 0.13، او انه عندي اياها نيجاتيف ساين. اوكي هلا هون بدي اشيك اف اوف اكس ال في اف اوف اكس ار، اللي هي اف اوف ال 0.5 الاكس ال عندي اياها 0.5 في اف اوف اكس ار اللي هي اف اوف 0.625. اوكي الاف اوف 0.5 نعرفها من الايتريشنز السابقه، ماينس في اف اكس ار عندي اياها كمان ماينس، اذا الساين حتكون عندي اياها بوزيتيف. اوكي منه راح تكون ال XL بتساوي XR اللي هي 0.625. هلا بأكد الستيب هاي بيزد على الميثود اللي شرحناها هون. إذا كانت عندك F of XL في F of XR positive بتحط XL بتساوي XR، إذا كانت عندك إياها negative بتحط XLU بتساوي XR. أوكي يا شباب هاي كثير مهمة. أوكي تمام احنا ايه صرنا. اوكي هلا طلع عندك اكس ار بتساوي 0.625. هلا السؤال لما متى بدي اظني اسوي iterations، كم iteration بدي، 1 5 ولا 100 ولا كم؟ هلا اللي بدنا اياه هون حتى ان نوصل لابسلون ايه معين. هسا اذا متذكرين بالفيديو السابق ايبسلون ايه كانت عندي اياها ايش، الريلاتيف ابروكسيميت انه ايرور. اوكي يا شباب، اوكي طيب هلا في المثال اللي عندي اياه هون ايبسلون ايه عندي اياها كان المطلوب منك تكون انها less than 5%. فلو بنرجع للمثال انه بدي تكون الايبسلون ايه less than 5%. اوكي هلا لما توصل عندي ايبسلون اي less than 5% بوقف iterations. اوكي يا شباب، اوكي اوكي خلينا انت اشوف. هسه لو بدي اعمل تيبل انا هون بدي احط فيه iteration number 1 2 3 4 5 الى اخره، وعندي xl كولوم XL كولوم XU وكولوم XR وكولوم للساين of F of XL في F of XR، وبدي كمان كولوم of Epsilon A. اوكي بدي اطلع Epsilon A لكل iteration. اوكي يا شباب، اوكي هسا اذا متذكرين في الفيديوز السابقة انه Epsilon A عندي اياها كانت بتساوي Absolute Value of present value of XR minus the previous value of XR مقسومة على the present value of XR. هلا بشكل عام epsilon A بتكون عنديها بتساوي the present minus the previous مقسومة على the present value. اوكي ضرب 100 في 100. اوكي طيب هسا في iteration 1 كانت عندك ال XL 0 XU 1 صح، وال XR طلعناها 0.5 والساين كانت عنديها positive. اوكي هلا هون بدي اطلع epsilon A. هلا بدي اطلع epsilon A لل iteration 1 بدك ل present value of XR اللي عندي اياها 0.5 اوكي minus ل previous value. هسه انا ما عنديش هون previous value، اذا نقيمة epsilon a عندي اياها ال n a او اللي سميناها not available. اوكي يا شباب، اوكي طيب هلا iteration 2 iteration 2 عندي فيه كانت ايش xl 0.5 وال xu
A1 منها كنت قادر أطلع إنها الـ XR point 75 صح؟ الساين لما قشيكناها كان عندي إياها نيجاتيف، أوكي؟ هسا هون بسهولة بنقدر نطلع قيمة إبسلون A في الـ iteration number 2. إبسلون A عندي إياها الـ present value of الـ XR عندي إياها الـ point 75 هاي minus الـ previous value of XR اللي عندي إياها هون الـ 0.5 مقسومة على الـ present value في 100% لو بنحسب هاي راح يطلع معك انها ايبسلون اي 33 بالمية، اوكي؟ ستيل بعدنا مش واصلين ل ايبسلون اي less than 5%. اذا بدك ايش كمان؟ بدك كمان iteration صح؟ هلا انا عندي هون سوينا iteration ثلاث اللي كان فيه ايش؟ كان عندي XL عندي اياها 0.5 اوكي؟ XU 0.75 اللي كنت قادر اطلع منها انه الـ XR عندي اياها بتساوي 0.625 اوكي؟ والتي sign of FXR في FXL عندي اياها كانت positive صح؟ هلا هون كمان بسهولة بنقدر نطلع قيمة إبسلون A اللي present عندي اياها هاي A minus the previous point 75 على الـ present ضرب 100% راح يطلع معك انها epsilon a 20%، اوكي يا شباب؟ اوكي هلا بما انها epsilon a لسه ما وصلناش الى less than 5% بدك كمان ايش؟ بدك كمان iteration رابع، اوكي؟ هسه iteration 4 اللي عندي هون كان في الـ XL اللي طلعناها من الـ iteration 3 والـ XU عنديها 0.75 بحسب منها الـ XR راح يكون عندك إياها 0.6875، أوكي؟ هلا من هون بدي أطلع كمان الـ sign f of XR f of 0.6875 راح يكون عندك إياها بالـ minus fxl في fxr a minus minus راح يكون عندك إياها بالـ positive. إذا بحط لل iteration اللي قادم إن XL بتساوي عندي إياها 0.6875، أوكي يا شباب؟ أوكي هسا عندي أنا صار قيمة جديدة للروت الـ XR اللي عندي إياها 0.6875 اللي عندي إياها بدي أضيفها هون، أوكي؟ والساين طلعناها عندي إياها positive، أوكي؟ طيب هلا هون بسهولة بنقدر نحسب epsilon a اللي present minus اللي previous هاي اللي present هاي اللي previous مقسوم على اللي present value ضرب 100%. هسا لو نحسب هاي راح يطلع معك epsilon a بتساوي عندي اياها 9% لسه ما وصلناش ل epsilon a less than 5%، اوكي؟ اذا بدك ايش؟ بدك iteration 5 صح؟ في الـ iteration number 5 عندي فيه ايش؟ XL من الـ iteration السابق عندي اياها 0.6875 والـ XU 0.75 بدي اطلع منها الـ XR اللي هي XL plus XLU على 2 بقدر اطلعها انها 0.718875، اوكي؟ هسه هاي لو بعوضها هون بطلع منها epsilon a اللي present minus اللي previous على present ضرب 100% راح يطلع معك epsilon a بتساوي عندي اياها 4.3%، اوكي؟ اذا ايش؟ انه عندي تم تحقق الشرط اللي عندي انها يعني تكون epsilon a less than 5%، اوكي يا شباب؟ اذا عندي ايش هسه هون بوقف الايتريشنز، اذا حتكون عندي XR بتساوي هون 0.71875، اوكي؟ اذا الروت التقريبي لا اف انه اكس اللي كان عندي اياه فوق هو 0.71875، هو روت ابروكسيميت
فاليو. اوكي يا شباب، اوكي طيب. اوكي هلا في نوت في الباي سكشن ميثود، اذا معطيك اكس ال والاكس يو اند انه اي اي اللي يسميناها في الفيديو السابق عنديها انه ابروكسيميت انه ايرور. اوكي يا شباب اوكي، هلا من اكس ال واكس يو انه اي اي بنقدر نطلع قديش انا بدي iterations حتى اني اوصل اي اي للفاليو هاي. هلا ان the number of iterations عندي اياها بتساوي اللوج لل base 2 of delta x نوت على اي اي. دلتا اكس نوت عندي هي اكس يو ماينس اكس ال ال. اوكي شوي شوي راح نفهم ايش معناتها. لو ناخذ فيها مثال، معطيك اف الفانكشن اف اوف انه اكس بتساوي عندي اكس اي ماينس اكس ماينس 2، معطيك اكس ال بتساوي عندي اياها 0 والاكس يو عندي اياها 1، وقايل لك عندي انه اي اي بتساوي البوينت او 22. هلا هون انه بدي منك فايند كم ايتريشن بدي اوصل اي اي بتساوي البوينت او 22. اوكي هسه بكل سهوله بعوض ان بتساوي عندي اياها اللوج للبيس 2 صح اوف دلتا اكس نوت على اي اي، بعوض اكس النوت او الدلتا اكس نوت هي عندي اياها الاكس يو ماينس اكس ال اللي عندي اياها 1 ماينس 0 على الاي اي عندي اياها البوينت او 22، بحسبها هاي راح يطلع معك ان عندي اياها 5.5 iterations. اوكي هسه ما عنديش كسر iteration، لازم يكون عندي رقم صحيح. ما عنديش انه 5 iterations ونص، عندي اما 5 او 6 صح. هلا في الكيس هاي بناخذ انه اكبر عدد صحيح، اذا ان عندي اياها 6 iterations not 5. ليش طيب؟ هسا اذا بدي ان تكون عندي اياها 5 iterations ما راح اوصل ل اي اي بتكون عندي اياها 0.022. اما اذا عندي اياها n6 iterations 100% راح اوصل ل epsilon a 0.022 او انه اقل من ذلك. اوكي يا شباب او انه اقل من ذلك. اوكي اوكي طيب نشوف فيها مثال ثاني. اذا معطيك نفس الفانكشن x e minus x minus 2، معطيك x l 0 والx 1 والx u 1، قايل لك بدي اياك توجد انه اي اي بعد ثلاث iterations. ايش بدك تعمله؟ هلا احنا بنعرف انه القانون عندي ان بتساوي اللوج للبيس 2 اوف دلتا اكس نوت مقسومه على اي اي صح. هلا كيف بدي اطلع انه اي اي هاي؟ اوكي بناخذ انه 2 باور ان بتساوي عندي 2 باور المقدار هذا كامل حتى اني اشطب اللوج للبيس 2 هاي. هسه لو بناخذها هاي راح يطلع معك اي اي اوف ان اوف الايتريشن ان بتساوي عندي اياها دلتا اكس نوت مقسوم على 2 باور ان. اوكي طيب هسه من هون بنقدر نطلع اي اي لكل iteration. اوكي هلا اي اي هون لا ثلاث iterations بدها تكون عندي ايش؟ اكس يو ماينس اكس ال 1 ماينس 0 على 2 باور ان، انا عندي اياها 3، راح يطلع معك اي اي هون عندي اياها 0.125. اوكي اذا بدي تو ميك شور من السولوشن اللي عندي اياه في المثال السابق، بدي اطلع ايش اي اي للايتريشن 6 حتكون عندي اياها 1 ماينس 0 او
واحد مقسوم على اثنين باور ان، او ان عندي اياها ستة، حتكون اي عندي اياها البوينت 0.015625. اذا ملاحظين اي هاي عندي اياها less than البوينت 022، صح؟ هسا اللي بدي اياه منك هون يطلع لي اي اي ل 5 iteration، او انا عندي اياها 5 وقارني اياها بال 0.022 حتكون اكبر منها. علشان هيك هون كده بيطلع معك رقم في كسر، لشو مكان اي كسر بدي اقرب الاكبر iteration. اذا كان عندك هاي n مثلا 5.1، الn بتكون كمان عندي اياها 6 iterations. اوكي شباب، بدها تكون عندي اياها 6 iterations. اوكي اوكي تمام. الى حد هون بكون خلصت البايد سكشن ميثود. في الفيديو القادم راح نحكي عن ميثود جديد اللي بدي اسميها هون فولس بوزيشن ميثود او الاف بي ام. اوكي، يعطيكم العافيه.